جزر المالديف هي مجموعة من الجزر موجودة في المحيط الهندي، تقع في جنوب غرب سريلانكا والهند. مفيش فصل شتاء في المالديف، درجات الحرارة صيفية دائما. بيجي لها السياح من جميع أنحاء العالم. عدد سكانها حوالي 400,000 نسمة. بيعتمدوا ماديا على السياحة أو الصيد. أغلب سكانها بيشتغلوا صيادين أو بالمنتجعات السياحية. وجود 200 نوع من القرش، ولكن لا تشكل خطرا على السياح، وده لأن المنطقة غنية جدا بالغذاء ولا تحتاج أسماك القرش مهاجمة الناس على الإطلاق.